السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني اخواتي، اليوم موضوعنا اللي هو انطلب مني بالتعليقات طبعا، انه كيف انت تتعامل مع طيورك بمرحلة غيار الريش. شو هو البرنامج الغذائي اللي انت بتتبعه؟ شفنا ما شاء الله عندك البركة مثلا 50-55 فرخ، انا ما طلعت مثلا نقول 5 فراخ. شو الطريقة او كيف انت تتعامل مع طيورك بمرحلة غيار الريش؟ رح نقدمكم المعلومات هاي ان شاء الله، وبإذن الله تدعونا. بس بتمنى من الكل تشتركوا بالقناة، حطونا لايك وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. طيب اخواني اخواتي، شو انا بتبع مع طيوري؟ اول شيء في 3 عوامل لازم نكون احنا متفقين عليها، اللي هي اول شيء الاضاءة، الحرارة، التغذية. وبضيف انا الى كمان النظافة. بمرحلة غيار الريش هي أهم شيء وأهم عامل النظافة. ليش؟ لأنه إذا ما عندي نظافة أنا طيوري لح تفوت بأمراض، وأنا حكيت عنها بموضوع فيديوهات سابقة، ما أرجع أنا أعيد الكرة مرة ثانية مشان ما يكون فيديو طويل عليكم بإذن الله. طيب، نظافة المشربيات، نظافة المأكليات، وعندي نظافة الصينية. أنا عامل فيديو عن موضوع أنا حاط نشارة خشب. اللي بيعرف، اللي متابعني بيعرف انه عندي انا نشارة خشب حطها بالصينية. تمام، النظافة خلصنا منها، هاي اول نقطة احنا اتفقنا عليها. هلا بالنسبة للاخوة اللي ما بيعرف ينظفوا القفص، اخي الكريم اهم شيء عندك انت الزوايا. زوايا القفص بيقعد فيها الفاش، عندك الزوايا وعندك المفصلات، انا حكيت عنها في فيديوهات سابقة، واتمنى من الكل يتابعوا او يشاهدوا الفيديوهات القديمة رح تستفادوا ان شاء الله. طيب اجينا احنا هلا على شو؟ على الاضاءة. طيب اذا انا في عندي بقلب الغرفة، لانه في عالم كثير عم تقول لي انا طيوري يعني ما عم تطلع من القليش. ليش؟ عندك سوء تغذية، او عندك انت درجات الحرارة غير مناسبة، او عدد ساعات الاضاءة كمان غير مناسبة. طيب بالنسبة لعدد ساعات الاضاءة قديش لازم تكون؟ نحن حكينا بموسم التزاوج، انا عم بحكي بسرعة لانه ما حطول الفيديو عليكم كثير، لانه هذا موضوع طويل. مهم، عدد ساعات الإضاءة بمرحلة التزاوج لازم تكون أقل شيء مثلا تقريبا يعني ما يقارب 16 ساعة ل 18 ساعة 17 ساعة يلي كان. وهم بدنا نتجاوز ل 14 ساعة. بس بمرحلة غيار الريش نحن نبلش ننزل، يعني بلش ننزل تدريجيا آخر الشيء لحتى تبلش الطيور تفيق على الفجر وتنام على المغرب. طيب بالنسبة لدرجات الحرارة لازم تكون عندك انت ثابته. ما بيجي انا اطير عندي انا هون مثلا بهالغرفه درجه الحراره لنقول مثلا يعني 30، بحطه انا بغرفه ثانيه مثلا بنقله لصير مثلا 40، هذا كمان غلط. لازم انا حافظ على الاضاءه، حافظ على درجات الحراره، هدول العاملين، وعامل النظافه، عامل الرابع اللي هو شو؟ التغذيه. اهم شيء هو كمان موضوع التغذيه. يعني هلا في كثير من الاخوه والاخوات بموسم غيار الريش بيقدم له البذور، يعني المعلف هذا، وبينساه، يعني لا بروكلي، لا بيض مسلوق انا بنوح عليه وبحط بين قوسين اللي هي ربع بيضه كل يوم 6 ساعات بشيلها وبكبها للبيضه، خلوها بذهنكم. هي عندي الخيار، عندي الخس، عندي التفاح، عندي الجزر. يا اخي جيب الجزراي ابرشها، تمام، مع بيض مسلوق ابرشه وقدم له اياه للطير. وعندي كمان البذور الدهنيه. شو هي؟ يلي هي مليئه بالبروتينات والمعادن، تمام، يلي هي بذور النيجر. لحنا جهزت لانه في كثير ما بيعرفوا شو هي بذور النيجر، ان شاء الله تكون واضحه عليكم. هاي هي بذور النيجر، الحبه السوداء، تمام. وفي عندي كمان القنبوز اللي هو متعارف عليه كمان، هذا هو القنبوز، ان شاء الله تكون الصوره واضحه عليكم. تمام اخواني، بعدين في عندي شيء اذا متوفر عندك بدال مثلا البيض المسلوق، هي الايج فود، يعني هي الباتي. تمام، افرجيكم عليها. اللي ما بيعرف شو هي الباتي، هاي هي عمي الباتي، هاي هي الباتي، فيها بذور النيجر الحبة السوداء، وفيها أنبوز كمان. عندي البروكلي، هاي البروكلي،
تمام. البذور يلي هي مليئة بالدهون مثل ما قلت لكم انا الشوفان مثلا، عندكم بذور الفجل، عندكم بذور النيجر، عندكم الانبوز، لازم تقدموها. عندي هذا الفنجر، انا شايفين هذا الفنجر يعني معلف صغير تمام. بيجي انا مثلا هاي بعطي تمام اخواني، حطه انا بقدمها للطير، ما بحط له انا معلف كامل من بذور النيجر او معلف كامل من الانبوز، هذا الشيء غلط. يعني حط له شيء بسيط، لازم الخلطه اللي انت معود طيورك عليها تقدم لهم اياها بالمعلف الكبير تمام. واما انت بتقدم بالمعلف الصغير مثل ما حكينا احنا عن الموضوع هذا، باتي ولا بذور النيجر او انبوز تمام اخواني. طيب خلصنا موضوع التغذيه، خلصنا من هذا التغذيه. لازم تقدم انت لطيورك خضروات وفواكه وبذور مليئه بالدهنيات والبروتينات اللي هي بذور النيجر الانبوز تمام. عندكم كمان انتم بدال البيض فيك تقدم له انت الباتي، وعندك كمان عظام السيبيا اللي هي بتعطيها خاصه للانتاي كالسيوم. يعني الطير بشكل عام اخي الكريم لما يفوت مرحله غيار الريش بيصير عنده ارهاق، بيصير في عنده تعب، بيصير في عنده الطاقه صفر، فبدك تقدم له انت هذا الشيء لحتى يعوض الشيء اللي راح منه. كمان في نقطة كثير مهمة اللي هي تقديم حمام السباحة الاستحمام. يعني أنا بيجي بقدم للطير حمام السباحة، كثير مهم، وفي كثير شباب ما بيقدموا لطيورهم الاستحمام، لا لازم تقدم أنت الاستحمام. كمان في شغلة اللي هي التشميس، أنا بقدم للطيوري التشميس إمتى؟ بفترة الصباحية، يعني ما بين تقريبا مثلا الساعة 7 8 للساعة 10 فقط لا غير، بعد الساعة 10 11 ما بطلع على طيوري لبرا، لأنه حصير الشمس بتضرهم ما بتفيدهم. حبايب قلبي بالنسبة لموضوع المناقيع، بيجي أنا شو بساي مثلا؟ عندي خل التفاح الطبيعي، هذا هو خل التفاح الطبيعي، بعطيه 5 نقاط على هاي المشربية، أول أسبوع كل يوم بشيلها بغيرها بحط له إياها مرة ثانية، 5 نقاط خل التفاح الطبيعي، تمام؟ الأسبوع اللي بعده بريحه وبعطيه بس فقط مي، يلي بعده شو بساوي أنا؟ بعمل على لتر مي سنتوم، حط تقريبا يعني ربع ليمونه بعصرها، يعني ما بقول لك انا والله 5 نقاط 10 نقاط، خلاص ربع ليمونه انت عم تشتغل لانه هلا على لتر مي تمام. وبعطيه معلقه عسل، معلقه كبيره يعني معلقه الاكل، معلقه الطعام تمام، على لتر مي بقدم له اياها كمان اسبوع كامل، كل يوم بغير المشربيه باذن الله. وان شاء الله تعالى رح تاخذ الطيور صحتها جيده 100%، رح تاخذ كمان طيور عندها انتاج بالموسم القادم. ليش؟ انت عم تجهز، انت عم تدعم طيورك، فطيورك حتستفاد وانت ان شاء الله رح تستفاد. لهون اخواني بكون خلص الفيديو، ان شاء الله بالفيديو الجاي رح نحكي ان شاء الله عن موضوع كمان كثير مهم. بتمنى من الكل متابعه القناه، ولا تنسوا دعمنا والاشتراك بالقناه حبايب قلبي. كان معكم ابن الشام والسلام.